آخر حدث نتكلم عنه من ناحية قانونية، هذه مباراة أجريت في 82 بين منتخب العسكري الكويتي وبين المنتخب العسكري السعودي. أيضا احنا ما نقر تصرف اللاعبين غير لائق، لكن أيضا نقول المدرب عليه دور، نحترم المدرب الكوف، نحترم المدرب الماهر، نحترم المدرب اللي يحضر الاتحاد، لكن يجب أن نتوافق مع أخلاقنا الرياضية، ولا يكون دور المدرب دور مشجع الاعتداء على الحكام. اللقطة اللي بتشوفونها الآن لقطة اعتداء لاعب جمال فرحان، أيضا لاعب السعودية والحي الاتحاد السعودي مشكور، وقف وقفه وعاقب اللاعب وحرمه من اللعب في السعودية، وبالتالي أيضا الاتحاد العسكري أخذ عقوبة ضد هذا اللاعب، لأنه ما نقر هذه الأمور. لكن في ناحية هنا أنا بسألها الإخوان في الحكام، إن هذه المباراة شو اللي حصل؟ إن الحكم أصيب، عادة يعينون 4 حكام، اللايلمن اللي هم الاثنين يعين 1 رقم 1 وواحد رقم 2، إذا لا سمح الله حصل أي شيء لي الحكم المباراة أغمى عليه، ما حضر المباراة، أصيب، شد عضلي مثل ما حصل في المباراة هذه، يحكم بدال الحكم اللي هو المرقم رقم 1 من لايلمن، والحكم الرابع بيحمل الراية واستكمل المباراة. هذه الحكم الحقيقة ما أكملها واكتفى أن أنهى المباراة قبل نهايتها، واعتمد الاتحاد العسكري النتيجة لصالح المنتخب الكويتي. أنا بقول لكم طبعا بعض الأمور اللي بتخص الحكام. شوف حكم الرابع رايح إلى المدرب جاء تعليماته، أي شيء بيحدث عنده شاور، لأن راح يكون طبعا إن شاء الله طبعا دي مباراة على خير. شوف الإخوان طبعا سنبارك السعودية إذا وصل السعودية، سنبارك إذا وصل الكويت، والتنافس الشريف حقيقة هو اللي بيخلق الجو الرياضي الشريف اللي نتمنى إن شاء الله تمثل في كل شبابنا في المنطقة. 7 دقائق مضى من زمن الوقت الإضافي الأولاني، كرة اللعب توصل ناحية اليسار لمبارك مرزوق، تطولها قدام فتحي كميل، لعبها براسه خليفة الدخيل، يحاول من نفر الدخيل، توصل من نفر الدخيل، دخل ياخذها نفر الدخيل، لعبها بجهة اليمين يوسف سويد، فيصل مع بعض سويد، اللعب على سويد، اللعب النصر الكويتي احمر طرد، مش انذار، طرد على طول، لان لعب لعبه خطره وشايفه حق المباراه لاعب الكره جمال فرحان بيطرد، شايف جمال فرحان الكره الحقيقه من شايف اللاعب من غير كره، ولذلك طبعا بيطرد وهو بيخسر فريقه، لانه طرد الان ايضا لاعب جمال فرحان، طرد في المباراه، الكرت الاحمر لجمال فرحان. كويت العسكري 2 السعودي العسكري 1، تنقطع الكره وتوصل ابو سويد، يحاول يمر وبيمر سويد، بيمر الله، حتى بياخذ فيها انذار سويد، بيعدي بسهوله بياخذ فيها انذار. سمير عبد الشكور ايضا لان عنده انذار مسبق وعمل فاول. صالح النعيم الكابتن، خلاص 7 دقائق مضى، اخر 7 دقائق، حكم المباراة انضرب الحقيقة
من احد لاعبي الفريق السعودي ما يجوز. كلكم اخوان، ونتمنى طبعا هذه المباراه التنافس اللي فيها التنافس الشريف. انا في الحقيقه حكم المباراه لما نزل على الارض سبع الدقيقه سبعة حكم المباراه وقف المباراه. حكى المباراة وشايب أنا ماخذين الحقيقة الظاهر من الإسعاف لأنه ما راح يكمل المباراة. في حكم رابع هني، الحكم المباراة من يحكم؟ طبعا حكم المباراة في الحالة هذه شايب أنا جابوا الإسعاف ينطلونه، الحكم أليكس بونت من بلجيكا، هذا اللي حكم بين أستون فيلا وبرشلونة، وشايب أنا راح ينقل الحقيقة. أعزائي المشاهدين، أحداث نتمنى ما نشوفها ملاعبنا، وأعيد وأكرر ننصح كلبنا الرياضيين ومقبلين على دورات وبطولات في الكويت، ايضا بطوله صداقه وسلام، كاس الرجع عندنا في الكويت. نتمنى من ايضا الدوري في داخل ملاعبنا ان جمهورنا يكون واعي او عن ما اشوفه، لان هذه الامور لا يقرها اي شيء. واعتقد نقول لكم الان مع السلامه.